أعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام عن استيائه من الشائعات حول رحيل بعض نجوم الفريق الموسم المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته أن لقائه برئيس نادي برشلونة كان مجرد صدفة وأنه من المستحيل الانتقال لتدريب الفريق الكتالوني. لا أريد أن أتحدث عن الشائعات لأنني أعتقد أنها دائما نفسها. الآن من المهم التركيز لأننا في الفترة الأكثر أهمية من الموسم. علينا التركيز على المباراتين المقبلتين ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد في ويمبلي، وليس الاهتمام بالشائعات التي لا تساعدنا. اللقاء مع بارتوميو كان من قبيل الصدفة في مطعم ببرشلونة، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة وقبل أن يصبح حتى رئيسا لبرشلونة. كما تعلمون التصدي للشائعات أمر مستحيل. أنا من مشجعي إسبانيول وبالتالي من المستحيل الانتقال لتدريب برشلونة كما هو الحل الآن في توتنهام، حيث سيكون من المستحيل بالنسبة لي تدريب أرسنال يوما ما.